إذن بعد ما صححنا الأخطاء نواصل، يعني التي كانت وقعت سهوا. قلنا بعد ما يتم تحضير محلول كلور الرصاص بإحضار مسحوق كلور الرصاص ووضعه في إناء ويضاف له الماء المقطر حتى ينحل بالكامل، الصيغة الشاردية لمحلول كلور الرصاص كما ذكرناها بي بي 2 زائد زائد 2 سيال ناقص. بعد ذلك عند غلق القاطعة ما الذي نلاحظه؟ يشير الأمبيرمتر إلى التيار الكهربائي التي ستمر في هذه الدارة. الوصف العياني ماذا يحدث عند كل مسرع؟ عند المهبط يترسب معدن الرصاص، وعند المصعد يتصاعد غاز ثنائي الكلور. المعادلة النسبية للتفاعل الذي حدث بجوار كل مسرع، عند المهبط قلنا شوارد الرصاص ثنائية كل شاردة تستقبل إلكترونين متحولة إلى ذرة الرصاص التي ستترسب فيما بعد على المهبط. عند المصعد كل شاردتي كلور سالبتين تنجذبان إلى المصعد، وكل واحدة تتخلى عن إلكترون ويتشكل جزيء ثنائي الكلور. إذا 2 سي ال ناقص تتحول إلى سي ال 2 زائد زائد 2 إلكترون. بعد ذلك المعادلة الإجمالي للتحليل الكهربائي الذي حدث لكلور الرصاص هي كالآتي: بي بي 2 زائد زائد 2 سي ال ناقص محلول يتحول إلى بي بي اس يعني معدن الرصاص زائد غاز الكلور. بعد ذلك نمر إلى التحليل الكهربائي لمحلول مائي شارد في الوضعية التاسعة. يقول أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شارد صيغته Fe2 زائد زائد 2 Cl ناقص باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الكربون. نغلق القاطعة، صف ما يحدث في هذه التجربة. سمي المسريين A و B، عين على الرسم جهة حركة الشوارد، اكتب المعادلة النسبية ثم استنتج المعادلة الإجمالية. إذا الوصف العياني: عند المهبط يترسب أو يهبط معدن الحديد، عند المصعد يتصاعد غاز ثنائي الكلور. نحدد نبين اتجاه الشوارد بسهم. إذا شاردة الحديد كما نلاحظ تنطلق من المحلول نحو المسرى A الذي هو المهبط، وشاردة الكلور أو شاردتي الكلور تنجذبان إلى وتتجهان إلى المسرى B وهو المصعد. هنا قد سمينا المسرين. إذا المعادلة النسبية للتفاعل بجوار كل مسرى: عند المهبط A Fe2 زائد زائد 2 إلكترون تتحول إلى ذرة الحديد. عند المصعد كل شاردتي كلور 2 Cl تتحول إلى Cl2 زائد إلكترونين. المعادلة الإجمالية للتحليل الكهربائي لكلور الرصاص: Fe2 زائد زائد 2 Cl ناقص تتحول إلى معدن الحديد Fe زائد كلور الحديد الثنائي زائد غاز الكلور معذرة الثنائي. نمر إلى الوضعية العاشرة. يقول النقل الكهربائي: حضرنا محلولين مائيين لكلور الصوديوم، الأول بتركيز 10 غرام في اللتر والثاني بتركيز 100 غرام في اللتر. أخذنا 100 مللتر من كل محلول ووضعنا كل واحد منهما في وعاء به مسريين من الفحم وأجرينا التجربتين التاليتين. إذا لدينا مولد التيار مستمر، مسرياه من الفحم مغمور في ماء، مغمورين في وعاء يحتوي على محلول الذي ذكر محلول كلور صوديوم بتركيزين مختلفين. في دار يسمح بالانتقال الشوارد، نعم. إذا ركبنا كل وعاء على حدة بنفس المولد الكهربائي في دارة كهربائية تحتوي على أمبيرمتر وقاطعة، وسجلنا في كل مرة شد التيار الكهربائي المار في المحلول. برأيك في أي محلول تكون شد التيار الكهربائي أكبر؟ ما الاحتياطات اللي يجب أخذها ولماذا؟ إذا بطبيعة الحال شد التيار الكهربائي المسؤول عنها هو هجرة الشوارد، وبما أننا استعملنا محلولين مختلفي التركيز أي مختلفي عدد الشوارد، فإن المحلول الذي تكون فيه شدة التيار أكبر هو ذو التركيز الأكبر الذي تركيزه 100 غرام في اللتر. لماذا؟ لأنه يحتوي على عدد شوارد أكبر، فيمر عدد من الشوارد في هذه الحالة أكبر من الحالة الأخرى. ما هي الاحتياطات اللي يجب أخذها في هذه الحالة؟ هنا مجموعة من الاحتياطات: استعمال الكمامة أو الكمامة أو القناع، الواقي من الغازات،
لأنه سينطلق غاز، وهذا الغاز سام وخطير. إذن والأمر الآخر استعمال النظارة أيضا الوقية من الغازات، وثالثا التهوية الجيدة بفتح النوافذ. يعني هذه الاحتياطات التي تتخذها في مثل هذه التجربة. لماذا يا ترى؟ قلنا لأن في هذه الحالة سيتحرر غاز سام وهو غاز الكلور Cl2، وبما أنك استعملت محلول بتركيز عالي 100 غرام 100 ميلي غرام 100 غرام في اللتر، فهنا ستكون كمية الغاز المتحررة كبيرة، وبالتالي تكون خاطرة على المجرب. لهذا يجب أخذ هذه الاحتياطات حتى لا يقع المحظور. إذن الوضعية الأخيرة، الطلي بالفضة والطلي بالكروم. ابحث في الانترنت عن كيفية الطلي بالفضة وعن كيفية الطلي بالكروم باستعمال تحليل كهربائي. إذن هذا مثال لكيفية الطلي بالفضة. إذن لدينا مثلا ملعقة نريد أن نطليها بالفضة. ما الذي يجب فعله؟ نحضر وعاء تحليل، إناء نضع فيه المحلول، إناء عادي، إناء زجاجي نضع فيه محلول، شرطة أن يكون هذا المحلول يحتوي على شوارد الفضة، وليكن مثلا نترات الفضة AgNO3 كما نلاحظ. ولا يهمنا الملعقة من أي معدن هي، هل هي من النحاس أو من الزنك أو كذا. إذن ونأتي بقطعة من الفضة الخالصة، يعني قضيب من الفضة أو ساق من الفضة. شروط التجربة، هنا المهبط ينبغي أن يكون هو الملعقة التي نريد أن نلبسها أو نقوم بطليها، هذا شرط. الجسم الذي نريد أن نطليه بالفضة ينبغي أن يكون هو المهبط، يعني نوصله بالجهة السالبة للدارة الكهربائية. والقضيب الذي هو من الفضة ينبغي أن يكون هو الجهة الموجبة، يعني يكون هو المصعد. في هذه الحالة عندما نغلق الدارة الكهربائية سيحدث تحليل كهربائي غير بسيط، لننتبه، تحليل كهربائي غير بسيط. لماذا؟ لأن في هذه الحالة الشوارد الموجودة من الفضة في المحلول ستنجذب إلى الملعقة، يعني تترصب على المهبط لتشكل طبقة طلي، وفي نفس الوقت سيتم تعويض هذه الشوارد بتآكل المسرى المصعد الذي هو من الفضة. بمعنى سيكون تعويض، يعني إذا ترصبت 2 غرام من الفضة على الملعقة ينبغي أن تتآكل 2 غرام من المصعد، ويبقى المحلول محافظا على تركيزه وعلى عدد شوارده. إذن هذا بالنسبة للطلي بالفضة. بالنسبة للطلي بالكروم لا يختلف كثيرا، فقط مع مراعاة يقول أن معظم الأجسام المعدنية مصنوعة من الحديد والفولاذ، وكما نعلم فإن هذا المادة الحديد أو الفولاذ العدو الأكبر لها هو الصدأ والتآكل، لذا تطلى بمعدن يقاوم التآكل. المعدن الذي يقاوم التآكل هو الكروم، هو صلب ولامع ومقاوم للتآكل، لكن الكروم لا يلتصق مباشرة على الفولاذ والحديد، لذلك يتم طلاء هذه الأجسام الفولاذية والحديدية أولا بالنحاس، ثم تطلى بالكروم بطريقة التحليل الكهربائي فيلتصق بالنحاس مكونا طبقة رقيقة ولامعة كما هو مبين في هذه المعادلة. يعني هنا كذلك مثل ما ذكرنا في الحالة السابقة، بمعنى عندما يكون لدينا محلول ونريد أن نطلي القطعة الفولاذية بالكروم، فينبغي أن يكون لدينا محلول يحتوي على محلول الكروم، على شوارد الكروم، وفي نفس الوقت المسرى الموجب وهو المصعد يكون من معدن الكروم، والمسرى الذي نريد طليه المسرى الفولاذي أو الحديدي يكون هو المهبط، وبالتالي حينما نغلق الدارة سيحدث مثل ما حدث في الدارة السابقة للفضة، أي الكروم الموجودة في المحلول تنجذب إلى المهبط وتترصب عليه بعدما تتحول إلى ذرات أي إلى معدن، ويحدث تآكل للمصعد الذي يحتوي على مادة الكروم. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التسجيل وإلى هذا المحتوى. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا
كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.